الحمد لله. ليه؟ الحمد لله. اسمك ايه يا جميل؟ اسماء. اسماء. وانت بقى؟ محمد. اسماء. احمد. سوف. حبيبة جميلة. الزهراء سارة. الزهراء. محمد. كل سنة وانتم طيبين يا محمد. ليه ليه مبسوطين؟ الحمد لله. تيجوا هنا كتير؟ اه. تلعبوا كل حاجة؟ اه بنلعب. مبسوطين؟ جميل. مين صايم؟ كل صايم؟ اه. طب كويس قوي. كل سنة وانتم طيبين. أنا كنت طيب. السلام عليكم. السلام. ايه؟ احنا قوي احنا السعداء ان احنا نشوفكم. احنا اسعد. ده شغلكم؟ اه. احنا تبع الهيئه العامه لمصر الثقافه. هاي. اتعلمنا النحت على النحاس ونطلع الاشكال اللي بننحت على النحاس ونطلع الاشكال دي ونقطع الخشب ونحط الطباعه والرسومات اللي احنا عايزينها. كويس. كم حد شغال معاكي؟ احنا سبعه. وفي مكسب ولا مفيش؟ بصراحة الحمد لله. ما الحمد لله على كل حال، بس فاهمين؟ الحمد لله ماشية. ماشي. ده كله شغل يدوي معمول بالكروشيه، والشنطة دي معمولة دي بواقي القماش مش كده؟ دي بواقي القماش. فعملنا بالشكل ده بيها، ودوت بخيط الكروشيه، والشنطة دي معمولة بخيط الكروشيه ومطلعينها بالخرز. وأنت معاكي كام واحد بيشتغل معاكي؟ احنا كتير. ما شاء الله. احنا الأول كنا 10. وكنا متدربين في قصر الثقافة، دلوقتي ان احنا كل واحدة فيها ممكن تمسك فريق تدربه. والأمور ماشية كويس بقى؟ والأمور الحمد لله، وكل شهر بنعمل معرض هنا هو في التجمع المجمع الخدمات اللي هذا، كل شهر بنعرض المنتجات بتاعتنا. وبتتباع؟ الحمد لله يعني الحمد لله تمام. طيب كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. دي مادة اسمها الريزو، عبارة عن قوالب سيليكون بنحط فيها المادة، بعد كده بنحط أي شكل احنا عايزينه بنحط عليه المادة الصلبة. ومعاكي كام بقى شغال معاها؟ احنا سبعة. سبعة. دلوقتي كل واحدة معاها فرقة بتشغل. مشغلة. ده كلهم من أهالينا اللي موجودين في ال تمام. مش كده؟ الأسمرة. وبرضه الشغل ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي تمام. لا صحيح. اه والله. هو كنت بتقولي كده عشان انا موجود. لا والله يعني حبيبتك شرفنا بيك والله. ربنا يجبر خاطرك. متشكرين. والدنيا ماشيه كويس في السكن ده؟ اه طبعا الحمد لله الدنيا تمام والله. اه طبعا. والحي احنا كنا فين؟ والحي موفر لنا كل حاجه، بس حسن ربنا يبارك له معانا في كل حاجه والله. ربنا يبارك لنا كل حاجه، كفايه الامن والامان توفيره في كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين. لا شكر لله. شكر لله. السلام عليكم. السلام. كم حد بقى شغال معاك؟ احنا سبعه. برضه سبعه. احنا كنا 10 بس يعني كده بقينا سبعه. بتعملوا الحاجات دي والبروجرامات؟ اه انا ده شغل ايديا ودوت بنعمل شنط برضه كروشيه، وبنعمل برضه يعني طرز يدوي وكل حاجه يعني احنا بنعملها، وبندخل دخل البيت عندنا ولاولادنا، بنعمل كل حاجه لاولادنا برضه. وفعلا في دخل كويس؟ في كويس الحمد لله. الحمد لله. هو الحمد لله دايما الحمد لله. الحمد لله. بس عشان اعرف يعني. لا الحمد لله. صحيح. استاذ حسن موفر لنا خدمات كتيره وفي تسويق. موفر لنا اولادنا الخام وبنشغلهم وبندربهم وبيشتغلوا جوه البيت، ده شغل داخل البيت يعني. ده مش ما في اسر تمكين اقتصادي اكتر. طيب. احنا بس عايزين برضو لو هم احتاجوا ان احنا نجيب لهم حد يعني يطور حاجه نجيب لهم. هو احنا محتاجين مكان فخامتك يتدربوا فيه يبقى موجود ليهم شغلهم. في مكانين عندي فخامتك يمكن نخصصهم دولتك فضيت ونشغلهم فيه. طيب. هيكسبوا كتير. طيب حاضر. السلام عليكم. جوه مش كده؟ اه يا فندم. طيب حضرتك يا ريس احنا متشرفين بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. وانت طيب. الوان جميله. ربنا يخليك يا ريس. اتفضل. كم شغال معاكي؟ معايا 10. 10. ده فستان شغل يدوي كروشيه، بعمل بلوزات وكوفيات وبدخل دخل البيت كويس، حسنتي من دخل الحمد لله. كل 10. ال 10 تمام. مش كده ولا بس انت؟ لا تمام 10 معايا. وبنذكر قصر الثقافه اللي وفر لنا الخامات اللي احنا اتعلمنا فيها، وبنذكر استاذ حسن جدا الحمد لله يعني الوضع كويس جدا الحمد لله. وحضرتك طيب. السلام عليكم. برضه دي معاكي قد ايه؟ انا معايا 7. 7 برضه. يعني تقريبا بين 7 ل 10 اهو. الله يفهم معايا. مش كده؟ احنا بنشكر حضرتك بصراحه، دي انت حضرتك وفرت لنا حياه كريمه لينا ولعيالنا. ربنا يحفظك. وبنشكر برضو قصر الثقافه، وبنشكر الاستاذ حسن اللي هو هيقولنا ان احنا نعمل حاجات يدويه في البيت، وبنعمل شغل حاجات كتيره.
بصراحه ربنا يجعل في ميزان حسناتك ويبعد عنك لعنه الوحش. تعليمات في خمطك اصبحوا اكثر من 1400 اسره متدربه داخل الاسمرات، ومن سوا احنا بنصدر النهارده للمملكه العربيه السعوديه سبح، بنصدر 38 شهر ملابس داخليه اطفال لالمانيا من داخل الاسمرات، بنصدر سجاديه لواء حديد برضه من داخل الاسمرات لاسبانيا وامريكا. ما شاء الله الموضوع تشغيل شغال حلو قوي ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. انت طيب؟ انتوا مع بعض مش كده؟ الامور ماشيه كويس؟ صحيح؟ لا الحمد لله. مبسوطين طيب؟ لا الحمد لله. طب في حاجه ناقصاكم؟ الحمد لله استاذ حسن مش مخلينا محتاجين. لا صحيح قول قول لو في حاجه قول لو فخمت طبعا. يعني الاسانسيرات شغاله والميه تمام؟ لا بس صحيح والله الحمد لله فضل والله فخمتك تعالى مفيش حاجه محتاجينها والله الحمد لله يعني ده كان شغل يدوي مفيش حاجه مكن متابعين مع مكن ولو مكن لو عايزين مكن نجيب لكم مكن هو ده بس المكن لكن ده شغل يدوي يعني احنا بنقص وكل الحاجه اللي احنا عايزينها ربنا يخليك 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 ربنا طيبين.